السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ دايما هدرتنا وكلامنا بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه ألف صلاة وألف سلام. نتمنى هاد لا فيديو الروتين تاع اليوم يلقى خواتاتي وحباباتي في أحسن وأفضل الأحوال. بديت لكم بهذه النعمة بالطعام، إن شاء الله ربي كتر نعمها عليا وعليكم إن شاء الله يا ربي. يقولوا كاع آمين. لأول مرة تشوف قناة نقولها حبيبتي ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس، ونقول حباباتي ما تبخلونيش بهذاك الجام باش الفيديو تطلع شوية. اليوم عندنا روتين بزاف 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 الشباب، نتمنى ان شاء الله يعجبكم تستمتعوا به ونكون خفيفة ظريفة كما دائما نقول لكم اعلى بقلوبكم. الحمد لله على الطيبات اللي راهم في قناتي، راهم غير خواتاتي وحباباتي، كما نقولوا حنا ذات القلوب الطيبة، والحمد لله نحمد ربي عليكم صباح وحشية. المهم شيات هنايا بغيت ندير لكم هكا بقطافيس الطعام باسكو عجبني بالبزاف، جاي صفر حبه بحبه، تشمخيه وتعاودي تنشفيه روعه. اللي هو الحاره، كل خطره نجرب حاجه معكم ونعلى حسب النتيجه اللي تعطيها لي نوريها لخواتاتي وما نبخل لكم حتى حاجه. هنايا بعد ما وريتكم هذيك المقتطفات تاع الطعام، هنايا غلفت لي بلاكار اللي عندي باسكو كنت جيها مغلفتها بهذا تاع السكوتش، هذا تاع الرولو اللي ساق كنت شريته في الحقيقه عامي فيه 30 ولا 40 ميل. ومن بعد من ديسيديت بلي غادي نزيد هذا العام، قلت لازم نبدل شويه نغزيد عاودو نقو شويه الحاله خير من اللي كانت. الو غلفته بهذا اللي شريته بارطاجيته معكم تاع 80 ألف، اللي قال لي نوعيه جيده. الحقيقه غلفت به لا كويزينيير وقلت لكم بلي مشي مليح. الو في هذه اللقطه تاع اللي قلت لكم مشي مليح، وحده كتبت لي كومونتير قالت لي بلي راكي ديري كديري زعما زعما هذاك المنتج راكي تهضري فيه بلي مشي مليح، مواليه ولا مش عارفه اللي يخدموا فيه كدير لهم. هنا اللي نقول لكم بلي مكاش كيما تغلفي بالبلاستيك، تمسحيه مسحه يولي يبري معاك، ولكن هذاك الاخر تفوا تكثري عليه المسيح ولا ديري شويه جافيل ولا ديري اي حاجه غادي لا كولور تاعها تتبدل، ديري صاغ فيك فيسكو فيه الصوالح، دفكتي شويه عسل ولا دفكتي شويه زيت ولا اي حاجه تقعد في بلاصتها. انا نشوف كيفاش راني منظمه لي طاج فوقاني، دايره فيه الماء اللي ما يسحقهمش، ودايره فيه تاني اللي عندها هاد العلب البلاستيكيه نقول لك ديري فيه عمري فيه كل شيء، كل حاجه ديريها. انا كيما هنايا دايره فيهم الفناجيل تاع القهوه، هنا مزاري في طايمه مازال ما سقبتهاش حطيتها كوتي، قلت نمسح الجهه من بعد نعاود نردها من الجهه الثانيه. هنا قلت لك اختي وحبيبتي انا ما ندير لها لا ما درت لها لا بيبيسيتي ما هضرت فيه. انا قلت هذاك اللي باع لي هو اللي قال لي بلي يركب في كوزينيا، سقسيته وانا كنت نحوس على واحد يركب في كوزينيا، سقسيته قال لي واه يركب في كوزينيا وتشعلي النار ما تخافيش عليه. الوغ للامانه لان الفيديو اللي قبل هذاك اللي وريت لكم المونتاج قلت لكم بلي غادي في الفيديو الجاي بعد ما نجربه نعطيكم النتيجه، هذيك من الواجب نتاعي اني نعطيكم ونقول لكم النتيجه كيفاش جاتني باش نكون امينه معاكم. كيما وريتكم المنتج نقول لكم بلي ما يجيش في لا كويزينير، تغلفي به الحيط، تغلفي به لي زيطاجير، تغلفي به مش عارفه انا اي حاجه، ولكن ما يجيش في لا كويزينير، ما يبغى يستحمش درجه حراره مرتفعه. هذه لازم نجاوب ولازم نقولها اللي هم يتبعوني باسكو كاين بزاف راهم دايرين فيا ثقه والحمد لله، ولازم نكون عند الثقه حسن الظن نتاعهم. هنايا بغيت نجاوبها هذه اللي قالت لي بلي راكي زعما راكي تهضري في المنتجات وتديري لهم باش ما يخدموش. انا رديت عليها هنايا تشوفوا لي بلاكار تاعي سامبل حاجه بسيطه. انا شي لا تبغي نرد على واحد التعليقات اللي جاوني بزاف بزاف ونشكرهم دافونس. بزاف اللي قلت لهم هذا غراف شي تاع الماء، قالوا لي هذا ماشي تاع الماء، هذا ديري فيه الميكسر داخل تخدمي فيه طيبي تخلطي فيه. كاين اللي قالت لي خلط فيه المسكوتشو، كاين اللي قالت لي خلط فيه المادلين، كاين كل وحده واش قالت لي. هو في الحقيقه انا روماركيت حاجه، روماركيت بلي فيه هنايا هكا لي ميزور تاع المليليتر وتاع فيها هكا لي ميزور تاع الماء، تبغي تميزوري الماء تميزوري الحليب ولا اي حاجه هكا برودوي ليكيد تنجمي دير له لا ميزور. و باش نقول لكم كان على بالي ما غاديش نكذب عليكم ونلعبها بلي كان على بالي وكنت عارفه ومن ما كانش على بالي بلي تاع الميكسور كيما نقولوا حنايا كان على بالي بلي تاع
تنجمي تتعبري بيه. انا بوحي عجبني مي شفته، قلت خاطر اخرى تسحقي الحليب بالعبار ولا تسحقي الكريم بالعبار ولا تنجمي تعبري بيه. ولكن شوفوا العفسه وين جايه، هذه بغيت نديرها نوريه لكم اللي ما يعرفوش كيما انا، حتى انا وما نعرفش كل شيء، ماشي لازم كل وحده تكون تعرف كل شيء. الوغ هنايا في هذه هكا، هذه تقلعيها بهذه الطريقه وتدخلي الميكسور تاعك هنايا باش ما تقعدش تزعط ولا يقعد هذاك الخليط الداخل يقعد يطوش هكا ليك، ودوري مام هنايا دوري بهذه الطريقه باش ثاني ما يقعدش يخرج لك البرودوي برا. هذه بالنسبه للغراف اللي دار حاله في لي كومونتير، اللي بزاف جاوني لي كومونتير عليه كيفاش يستعملها كيفاش ديري له وكل شيء. المهم بغيت نشكركم بزاف على التعليقات تاعكم، حتى انا نتعلم منكم، ماشي غير انا نعطيكم صوالح ولا نعطيكم هكا مشتريات ولا نعطيكم بلايص تشوفوا منهم ولا نعطيكم لي غوسيت ولا، حتى انا ونستفاد منكم. هنايا لقيت هذا الكرتون عندي كان باقي لي فيه، شفتوني غير لقيت البلاكارات. الوغ النوعيه اللي قلت لكم مليحه ولي شابه بزاف وتلقيها تبغي تغلفي لا كوزينيير تاعك وتلقيها ما تراطيهاش، اللي هي هذه النوعيه اورانج هكا. شوف ديرو لا كابتور اللي تبغي هكا دي لا كابتور، تجي هنايا بالاورانج. جا قلت لكم في المشتريات باللي جاي بالاورانج، هذا هو اللي كنت عليه، هاي لا مارك بغيتكم ديرو لها كابتور باش هكا اللي مهتمه بيان سور تضرب طلع، الى لقات هاد لا مارك تحوس عليها، الى لقاتها تشريها، ولا كاش واحد لقاتها في كاش بلاصه تخلي لي كومونتير وتقول لي البلاصه وين لقاتها فيه، باسكو انا نضاري نشري غير من المنزل والمنزل ماشي يجيب هاد هاد لو موديل. قبل ما نروحوا لهاد الوصفه نقول لكم شكرا حبيباتي اللي ما كنتوش تبخلوني بلي كومونتير تاع روحكم وتخلوا لي رايكم في اي حاجه نحطها لكم. الوغ شكرا لكم الف 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 شكر. هنايا هاد المملحه درتكم في قناتي الثانيه تاع المخبوزات، شنو نقول لكم عليها؟ روعه، سهله، سريعه، درت بها شحال من نوع. جبت هذه البيتزا هذه تاع البودهن تاع المثلثات كيما هكا، درت بها هذيك الكوكا المغلفه بزاف 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 بنينه، وديجا جربوها الشيرات وكاين وحده قالت لي تعشيت بها، ولكن درت نفس نصف الكميه اللي درتها انايا، قالت لي جات عشيت بها انا وزوجي جات بنينه، قالت لي جات روعه، جات خفيفه، جات مقطنه. الوغ نتمنى ان شاء الله تضربوا طلع على بالي بلي وليداتنا هذا ما يبغوا لا في العطله ولا حتى بعد ما يدخلوا يقروا يجي هكا، ولا في الليل دير هكا حشا خفيف كيما هكا، كاش اطيب ولا ابن ولا اسهل منه. الوغ اللي بغات الوصفه كيما قلت لكم الشيرات دائما نخليها لكم لو ليان، اللي مازال ما دخلتش القناه الثانيه تاع الوصفات وتاع المخبوزات تدخل تضرب طله وترجع لي بالخبر بعد ما تجرب هذه الوصفه. وصفاتي الحمد لله الحمد لله، وصفاتي مضمونه بالدعم من ربي اكيد، زعما كما نعطيكم شي حاجه مجربتها وعرفتها بلي تخرج مليحه كاع ما نحطها لكمش، كونوا متاكدين بلي ما نحطها لكمش في القناه وما نديش المسؤوليه نتاعها. المهم الشيرات هنا يكمل الفيديو نتاع اليوم، كيما دائما نقول لكم شكرا للمتابعه، شكرا على لي جيم تاعكم، شكرا على كلامكم ولي كومونتير تاعكم. تكمل الفيديو ما بقى لي نقول لكم تهلاو في رواحكم في صحتكم وحبكم في الله، والسلام عليكم.